السلام عليكم. السلام. مكالمة هاتفية من قلمة، أهلا وسهلا بك الأخت، مرحبا. خويا حابة نسقسي. نعم تفضلي تفضلي، أنا نسمع فيك. من فرنسا جارتي. أعطيتها تجيب لي الدواء. أها. صافي وراجلها حاشاك كان يشرب وكل شيء وتوفى الراجل. ملا قلت لها قالت لي يجيب لك بالأورو، قلت لها هي أنا كي تجيب لي بفرد يجيب لي. كي يجيب لك؟ ومن بعد كي جات هنا قالت لي لا انا جبت مصداق على الانسان اللي مات. اها. ما حبيتش نشربه انا كيما خدات السوارد عليا ما حبيتش نشربه. علاش؟ قلت حرام السوارد حارمين. لانه السيد كان يشرب الخمر. كان يشرب الخمر هي ما يعرفش ربي، استغفر الله يا ربي. وهي شرتهم لك بدراهم بدراهمها ولا بدراهم زوجها؟ بدراهم جوزها، قالت صدقة على جوزي، هي تهز فرض راجلها. شكرا لك، بارك الله فيك، تستمعين الى الاجابه، شكرا لك. نعم شكرا لك على الاتصال. هي يعني شراء وحده تصدقت عليها بدواء وهذا الدواء صدق على زوجها اللي يعني هو قالت انه كان ما يعرفش ربي وكان يشرب الخمر، هل تستطيع ان تشرب هذا الدواء؟ نعم لا باس بذلك ولا حرج في ذلك، هذا امر حلال جائز، لان هي اشترته بمال والمال هذا هو مال زوجها. اما مال زوجها؟ نعم مال زوجها. مال زوجها وهي اصلا نواته صدق على زوجها. نعم هي نواته صدق على زوجها، يعني ليس بالضروره هو مال زوجها، ربما هي مالها الخاص اشترته. وعلى كل حال سواء اشترته من مالها الخاص او من مال زوجها، بالنسبه لهذه المراه يعني الدواء الذي اعطته اياها هو حلال عليها ولا اشكال، يعني سواء اشترته من مالها الخاص او اشترته من مال زوجها الذي كان يتعاطى الخمر، فهذا ان شاء الله يعني بالنسبه للمراه التي ستأخذ الدواء، الدواء يعتبر حلال ولا هات تستعمله ولا حرج في ذلك ولا إشكال.